هنعمل كفتة عدس. عملتوه قبل كده؟ لا. حد عارفها؟ لا. طب انا هعمل لكم بقى اكله ظريفه جدا 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 تساعدوا بيها ماما وتعملوا حاجه جديده وكفته من نوع مختلف. عدس عندنا، ده عدس. العدس بجيب، ممكن المعلقه نحط شويه عدس حلوين كده. عدس بجبه، ده العدس بجبه اللي بنعمله مع الكشري. حسبي يا بنوته ما نوسخش، بس حلو كده، كفايه عدس كده. حلو قوي، حطينا العدس. هنحط معاه ايه كمان؟ بطاطس. لا هنحطها هنا عشان دي خلصناها. البطاطس، بطاطس ايه دي؟ بطاطس مهروسه. مهروسه متقشره ومهروسه. هنحط معاها بطاطس متقشره ومهروسه. اللي مش عايزينه بقى نحطه تحت. اوكي؟ وبعدين ده ايه يا استاذ؟ ده توم. توم. ايه رايك تحط توم وتشارك معانا؟ شكلك ما بتخشش المطبخ خالص. خالص؟ انا بحب ليه؟ اكل اصلا. مامتك ما بترضاش؟ طب قول لها انا اتعلمت اكله جديده واعمل لها دي بقى في البيت. هترضى. ليه ما طب انت ما بتساعدهاش حتى في السفره؟ انا بساعدها في الكيكه. بتساعدها في الكيكه؟ اوكي. بنساعد ماما في الكيكه. نايس. طب حطينا توم وايه؟ وبصل. وبصل وبطاطس وعدس بجب. ماشي؟ وبعدين هنحط شويه ايه؟ ده ايه ده؟ بقسماط عشان يمسك نفسه. حلو الكلام؟ حلو الكلام، شكرا جد. وبعدين هنقلبه في بعضه ونقعد نقلبه في بعضه، نقلبه اكتر في بعضه، اكتر اكتر اكتر. اوكي؟ وبعدين نحط عليه ده ايه؟ نعناع. لا بقدونس. بقدونس، برافو. شمي، كنت اقول لك شمي. بقدونس. بقدونس. نحط بقى البقدونس. شايفين كميه الفوائد اللي في اكله واحده؟ لا مش بس كده، وكمان اكلها يومي ومختلف. ايه كفته مختلفه عن اللحمه. حطي الحبه دول يا سلام، عندها ضمير البنت. اوكي؟ ونقعد نقلب 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 بس، ونحط بهاراتنا. دي السبع بهارات في بعض، بهارات عادي جدا زي بهارات اللحمه بتاعتنا. سبع بهارات. نحط كده شويه بهارات حلوه، ونحط شويه ايه؟ ايه دول؟ ايه ده؟ ده فلفل. نحط شويه فلفل، وابعدوا كده عشان ما تعطسوش. وانا اقوم مقلبه كده اهو كده اهو كده اهو، ونقعد نقلب 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 نقلب. البطاطس هتتهرس والعدس هيتهرس بعد ما نحط البوله دي في الثلاجه لمده ساعه. تطلع لنا عامله ازاي؟ ماسكه في نفسها كده اهو. بعد ما تطلع لنا كده اهو بالظبط، دي بقى ما كانت في الثلاجه اللي احنا لسه عاملينه ده. خلاص قعدت في الثلاجه لمده ساعه، طلعت كده. هنعمل ايه؟ هنقوم طحننها في الكبه. هنقول لماما او بابا عايزين كبه، فتقوم مطحونه وتبقى بالشكل ده. انا طبعا محضرها لكم لانها بتاخد وقت اطول من العادي. وبعدين نمسكها عادي جدا. مين بيعرف يعمل كفته؟ انا. يلا بقى هنعمل الكفته ازاي؟ يلا. ما ينفعش. لا كده كفته بتتعمل كده عادي. خدي حته. ايوه خدي حته. طبعا بنعمل كفته. خلاص. ايوه هنعمل صوابع الكفته بتاعتنا. وعندنا تو اوبشنز، يا اما نحطها في الفرن على نقطتين زيت زيتون، يا اما نحطها على النار كده اهو مع برضه نقطتين زيت زيتون عشان تبقى خفيفه وصحيه اكتر. نحط زيتنا كده. ده زيت زيتون. انا احطها على الطاسه. اوكي. انا هقول لمامي بقى ان انا عملت اكله جديده وهخش اعملها لها في المطبخ. ارجوكي يا فريده ارجوكي. وانت ايه اخبارك يا ملك، هتعمل كده ولا لا؟ هعمل كده. ماشي. فتة جميله. اهم حاجه بقى، اهم حاجه يا مالك، اهم حاجه اقول لك ليه ماما بتخاف تدخلك المطبخ. علشان لما بنخش المطبخ بدل لما نساعدها بنسيبه بقى متوسخ جيم. فاحنا بقى اعلمك تريك، لما تيجي تساعد ماما تسيب المطبخ وراك نظيف فله، فماما هترضى تخليك تبقى ايه بتساعدها طول الوقت. يا سلام على اصابع الكفته الشهيه بتاعتنا. إيه ما تكبروها شويه يا ولاد. نحط الكفته بتاعتنا يا اما زي ما قلنا في الفرن، يا اما كده اهو. انتوا اسرع بقى، اسرع شويه. انا عملت واحد. ماشي. انا المهم ايه؟ ايوه كده. عايزين نعمل كتير بقى علشان الوجبه دي يا ولاد فيها ايه؟ فيها بروتين نباتي، فيها البقدونس ده بروتين حاجه حلوه قوي. ايوه برضه والعدس. والعدس وايه تاني؟ وبتخلينا كمان ناكل كفته من غير يعني نبقى محافظين على وزننا اهو، ومش شرط نبقى بناكل. في بصل فيها، وفي بصل وتوم كمان، بصل وتوم علشان يقللوا خطر الاصابه بالامراض ويحافظوا على قلبنا.
طيب انا ايه، انا بقلب الكفته اللي عندي هنا بس. كفايه كفايه كده يا شباب، احنا ممكن بقى نبتدي ننظف، لان انا عامله لكم مفاجاه حلوه وعامله لكم جاهز اصلا. عرفتوا ازاي تعملوا الكفته طبعا صح؟ طب يلا بقى ننظف المناديل اهي، وانا هعمل لكم الكفته. يلا مناديلك يا ملوكي عشان ماما ترضى تدخلك المطبخ. ماشي. مناديلك يا ست البنات عشان نبقى نضاف وفله. انا عملت واحده تاني. هتعملي واحده كمان؟ ماشي. لا خلاص، حط كله في الطبق وبعدين كله في الباسكت. شكرا. انا هاخد دي مناديل ونعمل. ايوه ده مش محتاجين. كفتتنا بقى ايه، هتستوي بسرعه جدا جدا. انا بعمل دي. طب انا بقى محضره لكم بقى بعد ما تجهز عشان ندوقها مع بعض. دي على النار؟ دي على النار. هتخلص من على النار او في الفرن هتقوم طالعه لنا كفتايه حلوه جميله كده. مين هيدوق ويقول لي رايه ايه؟ يلا دوقوا وقولوا لي رايكم ايه. بسم الله. ايه رايكم؟ ناخدها بقى سناك في المدرسه، ناخدها معانا في التمرين، نتغدى بيها. اهي حلوه وجميله وخفيفه وصحيه وموفره، وبنعملها بسهوله بسيطه جدا جدا جدا. كفتتنا هنا قربت. هو ده ايه؟ ده للتزيين. كفتتنا هنا قربت انها تبقى بتستوي، بس احنا اوريدي عندنا اللي دقها. حلوه يا ولاد؟ قوي. هتعملوها في البيت؟ اه. هتعملها يا ملوكه؟ طب الحمد لله. ايه رايكم بقى تقولوا لي؟ اتبسطتوا النهارده؟ قوي قوي يعني؟ قوي قوي. طب الحمد لله. قولوا بقى للمشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي ان الاكله زي الفل، واعملوا لهم باي. باي.